بخصوص الزياره الملكيه. بطبيعه الحال احنا مواطنين مغاربه رحنا فرحانين بها بزاف وكنتظروها رسينين هذه اللي كانت كنتظروها وما كتحققش لظروف معينه، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى تكون زياره قريبه وتكون في ظروف اللي هي مزيانه ورحنا فرحانين بها، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان تثمر هذه الزياره على انجازات وعلى احلام ديال الساكنه ديال مدينه اكادير. علاش؟ لان صراحه هذه المدينه هذه راه كتعاني كثير مقارنه مع بعض المدن المغربيه اللي هي جات غير من وراها ودابا تبارك الله عرفت واحد القفزه كبيره. الى خدينا مثلا مقارنه غير بيننا وبين مدينه مراكش راه انجازات عظيمه في هذه المدينه، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان هاد المسؤولين على هذه المدينه يحاولوا ينقدوها، لانك عندنا خصائص بزاف بزاف الحوايج اللي ممكن نقولوا كثيره بزاف. الا خدينا مثلا غير المراكز التجاريه والملاهي، بالنسبه للاطفال راه ما كنلقاوش فين نخرجوهم. الا خطانا مثلا الكورنيشي للاسف راه تمشي ليه مره جوج تتمل، يعني وكيبقى مقرون غير بديك الفتره ديال الصيف. الا خدينا الشهور الاخرى راه يعني كيكون صعيب. زعما تراجع كبير في المدينه رغم انها كانت سباقه، انا كانت عندها واحد الاوج وكانت عندها واحد المكانه، يعني كل شيء كيهضر باكادير. دابا للاسف وراه كتشوفوا دابا في الروبورتاجات ربما راكم كتشوفوا كيفاش حتى المحاوله ديال العنايه بها راه شويه مخجله. وبطبيعه الحال كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى بان هذه الزياره تحقق، يعني ما تكونش الغاء لها، وبان هذه الزياره تكون فيها خير على هذه المدينه اللي هو راهين بالمسؤولين اللي واقفين على هذه المدينه، يعني يحاولوا يغيروا من السلوكات ديالهم ويفرحوا المواطنين ديال هذه المدينه. بسم الله الرحمن الرحيم. اكادير كتستعد لايام الاستقبال جلاله الملك محمد السادس، وكتحسن بواحد الطريقه يعني كبيره، والوتيره ديال الاصلاحات والوتيره ديال الاستعداد يعني لاصلاح الطرق وتزيين المدينه بواحد الصوره كبيره. كنتمناو باش تكون الزياره اولا ميمونه على المدينه وتكون عندها نتائج يعني اللي يستفد منها جميع الفئات السكانيه، وكذلك اللي كيعملين اكثر هو بان الوتيره اللي كتمشى بها الاصلاحات في المدينه تمشى يعني تكون على طول السنه، ماشي وقت ما كانت شي زياره ملكيه عادي يجي بدا تصلح المدينه بداو يتقادوا الشوارع الى اخره. يعني نتمناو هذه الوتيره ديال الاصلاحات والوتيره ديال الاعداد وديال التزيين وديال النظافه تكون اكثر على طول السنه، على ما يبقاوش وقت ما يعني. ونطلبوا من جلاله الملك بانه يعني يحاول يجي الا كان ممكن يعني ولو يقول لهم احنا جايين باش يبقى هذه الوتيره تبقى دائمه. واكادير كي كتعرفوا راه محتاجه لواحد العديد ديال الحوايج، من التنميه من المسائل الاقتصاديه تحقق، لان هناك نقص ديال العمال، نقص ديال الاستقرار بالنسبه للشباب لان هما العماد المستقبل ان شاء الله بحول الله. احنا السكان ديال اكادير فرحانين بهذه الزياره المرتقبه ان شاء الله، احنا كنتبشروا خير بها وكنتمنوا مزيد من العطاء والاهتمام بهذه المدينه ويكونوا فيها مشاريع والافاق القدام ان شاء الله. والله ينصر جلاله الملك وان شاء الله نتمنوا الازدهار لهذه المدينه، لان كاين ما يدار وكاين ما يتقال في هذه المدينه. كساكنه المدينه ديال اكادير حنا فرحانين وكنترقبوا هذه الزياره الملكيه بفارغ الصبر، لحقاش كاين بزاف ديال التدشينات اللي كاين بزاف ديال المشاريع اللي غيتسناها سيدنا ان شاء الله فاش غادي يكون في المدينه ديال اكادير. والله يسخر اكادير خصها الزياره، هذه الزياره والله الا فرحانين بها اقسم بالله، زعما ماشي سانسيغمون اونونا بوكو بوزوان، وما كرهناش الملك يجلس عندنا شويه. الله تكون هذه الزياره الملكيه خير على اكادير.